السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. أول حاجة عواش لكم مبروكة، تدخل عليكم بالصحة والسلامة، وباش تمنيتوا إن شاء الله يا ربي، ونتمنى ومع هذا العواشر إن شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء هذا، وإن شاء الله كاع الأمة الإسلامية كلها يكونوا في أحسن الأحوال، ويلحق علينا رمضان إن شاء الله نكونوا سالمين غانمين إن شاء الله بقرب الأحباب والأصحاب ديالنا، وما نفقدوا حتى عزيز وغالي إن شاء الله سبحانه وتعالى. تاني حاجة، كنعتذر أنني دائما كنغيب، كنطول مدة بزاف، عاد كنصور شي فيديو، والله الظروف خارج عن الإرادة ديالي، انتم عارفين أنا بحكم الخدمة والدار وهادي فما كيبقاليش بزاف الوقت، وزيد على ذلك هاد الفيروس وهاد المشكل هذا اللي راه صاري دابا، والله العظيم ما عنديش الخاطر نهائيا انني نصور شي فيديو ونلوح، ولا هاد الفيديو هذا غير شفت ان بزاف الاخوات كيطلبوني وكيسولوني دائما، فقلت علاش لا ما نبارطاجيش معاكم شنو كندير لولدي فاش مثلا كيهبط شي شويه ولا كيتهرى. هو الصراحه انا ما عمرني ما خليته وصل لدرجه انه يتهرى ولا يهبط له اللحم ديالو. غادي نقول لكم دابا شنو كندير له، شنو يعني شنو الحوايج اللي كنحميه بهم. انا تبارك الله دابا ولدي عنده 9 شهور والحمد لله ما عمره ما تهرى لي ولا هبطات له داك البلاصه. كتحمر شي شويه ولكن ما كنخليهاش لدرجه انه يهبط مسكين ويبقى يغوت بيها ولا تبقى توزوز له ولا شي حاجه. اول حاجه البنات اللي خصكم تحرصوا عليها هي ما تخليو لهمش يعني اللي يكون فاش يعمر، ما تخليو لهمش المده الطويله، سورتو فاش كيبداو ياكلوا. اي فوا كيبداو ياكلوا مثلا كياكلوا شي حوايج تكون حامضه ولا شي حاجه، كتسهل انهم كيتهراو وكتهبط لهم داك البلاصه. تاني حاجه، دائما نحاولوا فاش اننا نبدلو لهم لاكوش ديالهم، ننقيوهم مزيان، نمسحو لهم مزيان، ونلاحظوا بزاف ديال الوليدات الصغار مثلا كتكون عندهم اون اليرجي من اللي لانجيت، خاصنا نروماركيو واش وليداتنا يعني كيديروا اون اليرجي للانجيت ولا عادي. دونك حنا خصنا كامهات نراقبوا هذا الشيء، الا لقينا كينوضوا لهم حبيبات صغار وحنا كننقيوهم دائما وكنبدلوا لهم، فغادي نعرفوا انهم للانجيت، ونحاولوا ان هاد الوليدات هادو اللي كتكون عندهم هاد الحساسيه هادي ما نخدموا لهمش للانجيت نهائيا. نبقاو نديروا غير شويه تاع المدافي وقطينه ولا شي كتانه ديال القطن، ونبقاو نفزقوها بالمدافي ونمسحوا لهم بها عادي. المهم انهم دائما يكونوا نقيين، ومفاش نبدلوا لهم لي كوش ويكونوا حاشاكم يعني دايرين كاكا ديالهم، نمسحوا لهم مزيان. فشي مرات الا ما مسحنا لهمش مزيان هذيك البقايا اللي كتكون تما فهي ممكن انها تهبطهم او لا كما كنقولوا بالعاميه يتهراو. حاجه اخرى، يعني السيدات اللي في الاستطاعه ديالهم انهم يشريو يعني الكريم دو شونج، فيشريوهم هما كنظن يعني الثمن ديالهم ماشي غالي بزاف. انا صراحه كنت دابا انا ولدي كي قلت لكم تبارك الله عنده 9 شهور، وملي تزاد دابا يلاه دو فوا انا كنشري له الكريم دو شونج. غادي نوري لكم شنو لا كريم اللي كنستعملو، انا كنستعمل له موستيلا، ها هي دابا هذه الثانيه تسالات لي باقي بحكم هاد الظروف هذه، مازال ما مشيتش يعني ما خرجتش للباره باش نمشي نشري له، كنمشي غير للخدمه وكنرجع، ما مشيتش نهائيا للباره باش نجيبها له. فانا كنديرها مره في النهار، يعني سواء كنديرها له في الليل ملي كيبغي ينعس، سواء كنديرها له في الصباح ملي كيفيق. المهم كنديرها غير مره في النهار، ما كنديرهاش النهار كامل. يعني ملي كنبدلو لهم لي كوش كندهنلو بيها، وراه كاينين بزاف نتاع لي مارك، كاينين رخاص كاينين غالي، كاين كل واحد يعني والقدره الشرائيه ديالو. كاينه حاجه اخرى البنات، اللي انا صراحه واخا كندير لولدي هاد لا كريم دو شونج، شي مرات كيهبط، شي مرات كيحمر، كتحمر له لانيس ديالو. كان يعني كان كيما قلت لكم ما كنخليش انا ولدي حتى لدرجه انه كيهبط مسكين بزاف، غير كتحمر شي شويه. مثلا كنكون شي مرات في الخدمه تعطلت ما جيتش ولا ما انتبهتلوش لاكوش ديالو، عامره كنكون مشغوله في الكوزينه ولا كتطول فيه، كتطول له يعني شويه لاكوش، فكان كنرجع كنلقاها يعني حمراء ولا شنو كندير له. واحد الحاجه اللي موجوده عندنا حنا كاملين وكاينه في الكوزينات ديالنا كاملين، اللي هي الزيت النباتي، يعني الزيت باش كنطيبو، ماشي زيت الزيتون ولكن الزيت النباتيه، تبقاو تدهنوا لهم بها، والله البنات تري 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 ايفيكاس، واعره بزاف. انا كنشوف ولدي حمار شي شويه كندهنها له، على ما كنرجع النوبه الثانيه نبدل له ليكوش، كنلقى سبحان الله داك الحموره مشات ما بقاتش،
كترجع لابو ديالو كترجع عادي كما كانت بحال داك الدري، ما وقعت له حتى شي حاجه. هذه هي اللي بغيت نشارك معكم، يعني الزيت النباتيه عندنا كاملين في ديورنا، فلهذا دائما نبقاو ندهنوا لهم فاش لقاوهم حمارو شي شويه، ولا السيدات اللي ماشي في الاستطاعه ديالهم انهم ياخذوا الكريم دو شونج، او لا في هاد الظروف اللي كنعيشوها حاليا ما يمكنناش نخرجوا ناخذوا لا كريم دو شونج، فنبقاو دائما ندهنوا لهم بحال مثلا من الليل ندهنوا لهم الزيت لوسيور. المهم انا قلت لوسيور حيت كنستعمل لوسيور، الزيت النباتيه ندهنوها لهم ونخليوهم زعما ينعسوا. انا شخصيا ما يعني كندير لولدي الكريم دو شونج في الليل، ولا شويه تاع الزيت لو سيور في الليل، حيتاش في الليل ما كنبدلوش ليكوش، كنبدلو مع داك الوحده ونص جوج الصباح، فصافي كيبقى به حتى الصباح، ما كنبدلوش لاكوش في الليل، حيت ديجا كنستعمل واحد لا مارك نتاع لاكوش انا غادي نوريها لكم دابا، زوينه وصراحه ما كتخرج ليش نهائيا، كتحافظ لي على البيبي كيبقى ناعش في الليل كامل. هي ماركه ماشي ديال المغرب ولكن متوفره دابا، كاينه في لي سوبر مارشي الكبار، كاينه في المحلات اللي كيجيبوا الحوايج ديال الاسبان. لا هما انا هاد لا مارك كنخدم ليكوش ديالها وحتى لي لانجيت ديالها، انا غادي نوريهم لكم دابا باش اللي بغات انها تستعملهم حتى هي تستعملهم. هما تقريبا يمكن الثمن بحال والله ما عارفاش لاكوش الاخرين شحال كيسوى الثمن ديالهم، ولكن يعني صراحه مع وليدك زعما صراحه كيجيني الثمن ديالها في المتناول، وما عرفتش والله ما عنديش فكره على الثمن ديال الاخرين باش يعني نقارن بيناتهم. انا غادي نوريه لكم دابا، نوريكم ليكوش ونوريكم لي لانجات اللي كنستعمل ولدي، وكيبات الليل كامل هو ناشف وزوين، انا غادي نوريه لكم. كما قلت لكم هذه هي لا مارك نتاع لي لانجيت اللي كنستعمل لولدي، فيها 64. هي مارك، هما لي لانجيت ما كاينينش في لي سوبر مارشي الكبار، كناخذو من المحل اللي كيجيب يعني سلعه نتاع الاسبان. هادو زوينين بزاف وفيهم واحد الريحه حتى هي زوينه، ما فيهمش بارفان، فيهم ريحه زوينه وكي ادغات بصراحه زوينين، عجبوني انا ولدي ما دارليش اليرجي ليهم صراحه ملي تزاد. وانا هادو هما لي لانجيت اللي كنستعملو، ماشي ديال المغرب، هما ديال اسبانيا، وكيما قلت لكم غادي تلقاوهم كاع في كاع المحلات اللي كيجيبو السلعه تاع برا. وثاني حاجه ليكوش اللي كنستعملو هو هذا دودو، حتى هو فيه 64 حبه. دابا انا حيت ولدي دابا تبارك الله راه عنده 9 شهور كنستعمل له النمره 4، وفيه 64 حبه، وصراحه والله الا غزال ما كي خرجلوش نهائيا، يبات به الليل كله، ما يعني ما كي خرجلوش، وكيبقى في الصباح كيصبح لي يعني عادي، ما هابط ما حتى شي حاجه. كيما قلت لكم شي مرات اللي كيحمر لي شي شويه، لا تعطلت عليه مثلا كندير الكاكا ديالو وما بدلتلوش في الساع، كيدير كيحمر لي شي شويه. ابار سا زعما ليكوش غزال اللي بغاو انهم يستعملوه، هو كيدير ليكوش كيدير 64 درهم، فيه 64 حبه كيدير 120 درهم. لي لانجيت والله ما عرفت شحال بالضبط الثمن ديالهم اكزاكت، حيت فاش كنمشي للمحل كنتقدى بزاف ديال الحوايج، ما عرفاش الثمن ديالهم بالضبط شحال كيدير، سورتو حنا في هذه المنطقه ديالنا، يعني عندنا هاد الحوايج نتاع اسبانيا يعني موجودين، كاينين محلات اللي كتلقاهم جايبين هي السلعه نتاع اسبانيا، وحتى حنا انا هنا في كرتيف ما عندناش زعما شي، ما عندناش هذوك المحلات التجاريه الكبار، كناخذ ليكوش من محل عادي. هي فاش كنمشي مثلا ديبلاصه لشي مدينه اخرى، كنشوف مثلا مرجان فيه هاد لاكوش هذا، ومنين سولت قالوا لي يعني كيدخلوا كيعشروا عليه وكيدخلوه يعني المغرب. المهم هذا هو هادشي الفيديو درتو اليوم غير على حساب الوليدات ديالنا، كيفاش اننا نحميوهم ما يهبطوش، كيفاش نحميوهم ما يتهراوش مساكن، حيت كتعرفوا انهم هما يعني سونسيبل مساكن بزاف، وما يقدروش يعبروا يقولوا لنا كضرني هادي ولا كضرنيش هادي. فداكشي علاش كنصح اي وحده، يعني ماشي ضروري اننا نديرو لا كريم دو شونج باش نحميو ونحافظو عليهم. انا قلت لكم واخا كندير لا كريم دو شونج بارفو كنلقاه يعني احمر شي شويه، بغى يتهرى لي بغى يهبط، فكندير له الزيت النباتيه و تري 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 افيكاس، يعني كتمشي داك الحموره ما كيبقاش هابط ما حتى شي حاجه، كيبقى وليدي مزيان. وبغيت نشارك معكم هذه القضيه هذه باش حتى نتوما
ديروها وتحميو وليداتكم ما يهبطوش، وسورتو سورتو الناس اللي يعني ما عندهمش امكانيات انهم يبقاو دائما ياخذوا لي كريم دو شونج، وكاينين حتى ناس اللي الله يحسن عونهم ما عندهمش حتى الامكانيات باش ياخذوا لي كوش لوليداتهم، فكيضطروا انهم يديروا لهم غير خريقات ولا، فهذوك كيكونوا عرضه اكثر مساكن انهم يهبطوا ولا يتهراو. فلهذا دائما تبقاو ديروا في الليل ولا مره في النهار تبقاو ديروا لهم زويته، دهنوا لهم بها كاع لاباري جينيتال ديالهم باش هكا نحميوهم وما ما يتهراوناش مساكن وما يورضوش، ودائما يكونوا مزيانين وفي احسن الاحوال. وهذا هي الموضوع ديالي ديال اليوم، انا وصلت للنهايه ديال الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتوا شي حاجه، وغادي نحاول دائما كنقول انني غادي نحاول نحط دي فيديو، ولكن مع الاسف ما كنقدرش بحكم ضيق الوقت اللي عندي وما كنساليش، وكما قلت لكم الخاطر مريض بزاف بزاف، غير الله يدير لنا شي تاويل الخير، سورتو حنا اللي كان يعني مازالين كنخرجوا نخدموا، فكيبقى عندنا دائما داك الخوف اننا اللي قدر الله نجيبوا شي حاجه للدار ديالنا، نادي وليداتنا، نادي الناس الكبار اللي ساكنين معانا. فنتمنى من الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا البلاء. تهلاو ليا في راسكم وبسلام عليكم، وما تنساونيش من الدعوات ديالكم، وليتكم سعيده.